إيمان شبيك متقلقة؟ مانيش مصدقة. شنو ماكش مصدقة؟ توا اللي تغني فيه شابة سماح ولا ما نعرفش اسمها ابتسام. شابة ابتسام فني. سامحوني. ونشوف العباد عاملة جو وتشطح وتصفى. فما أمبيونس كبيرة. لا ولا تحكي عليا. والله تحكي عليا بالحق. أما نتخيلوا واحد بعد نهار متاع خدمة يهبط باش يشم الهواء قدام برج خليفة ويلقى الفونتين تشطح على سو جونغ دو ميوزيك معناتها. والله ليلة شبيتها في المركز. انكرويابل. سامحني مع كل احتراماتي لها مي بون شيوج على راس. شبيك سنة ابتسامة مروح بالعمل. ليه خاطر كنت نشطح شنو 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 دخل برج خليفة في الموضوع؟ سامحني. سامحني سؤال. إيمان. إيمان شنو؟ بن ديب يظهر لي غلطه في روحها ما يدي بي اسمعني عايش اختي كي انت قاعده في البلاصه هذه حاول قبل ما تبدا تحكي مع فنان ولا فنانه ما يصيرش تعمل عليه شويه هكا دي ريشيرش على الباج على اليوتيوب على الانستغرام وتشوف باش كي تتكلم كلمه اسكو تجي في محلها ولا لا لانه انا يا روحي يا عمري يا قلبي انت يا مزينه يا خبيره التجميل يا 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 اللي انا عندي فيديو فيها غنيتي وناس تحيي فيا وتقدم لي في البوس وتقدم لي في الورد وفي التهاني من برج خليفه سهيد كله ورس عمري خليفه ما نتصورش اه تليفوني يا مان اه اش بدي نعرف بربي تليفوني اه باهي دقيقه دقيقه تليفوني يا مان تليفوني مع برج خليفه جو برج وزيره ليه عادي هي انا ما نحكيش راهو برشا سامحني ساعه ما نحكيوش باللي تجي ما نحكيش لا انا نحكي بدي انا اختي بنت حما شعبيه سامحني من الزيتيكيت نتاع المراه ما نحكيوش باللي ما نجمش وخاطر خاصة واحدة كيفك انت تبدا مغلبة عليا ما نجمش اللي انا هكا تبدا يديا مربعة ويبدا كان شفايفي تتحرك ما نجمش من باب الاحترام وانت احترمتي توا تاع المرأة ما نهزوش وانت في وجوه اللي قبل باش تعلمني انا ادب الحوار ما يسالش كان ما تعرفوش نعلمهولك انا هوني باش نعلمهولك شنو هو توا؟ هكا هو والله معز اوكي قبلتها منه ما هذه ليلة ايه قولها جاوبها هذه ماهيش ليلة سامحني جاوبها ابتسام ابتسام لحظة بربي لحظة هذه ما تتقالش نورمالمون سي سيغ مركبة نطلبوها نطلبوها نطلبها الفانا نجم نطلبها لا 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 نطلب الفان ليه ليه يعني نوصل نهار نسمع سو جونغ دو ميوزيك قدام برج خليفه دبي تحرم عليا والله هو حرم عليها عيشتك والله والله عيشك حرم عليك غير انت ماكش عارفه روحك والله بارك الله عليك امان بدلني من البلاصه هذه بربي يا سهيل خلينا نحكي تمشي لي كلمه توا يعني انت تصور انا باش نحطك في مخي معناها وسيل ونبكي ودموعي طابت علاش خاطر انت ما يعجبكش فني شابه ابتسام القصبه القصبة هو من الموروث التونسي، القصبة هو من نمط موسيقي تونسي ونفتخروا به. جماعة برج خليفة حاجة إيش نقول لك هذاك تراثنا، هذاك تراثنا اللي نعتزوا به وبرج خليفة زاد عندهم راه الموسيقى البدوية بتاعهم، أكل يبداوا يشطحوا بالكشطة تعرفهم إيمانة؟ تعرفهم هذوكما يلزمك أنت قبل ما تتكلم تحت أولاً تحترم الضيفة الموجودة، ثانياً تعرف انه هو القصبه هذيك وتقرا عليها ما يسالش وتعرف شكون اللي غنى القصبه من اسماعيل الحطاب وانت جاي خاطرش هذيك راهو فن تخيل فن انا توا باش نمشي نقرا على القصبه اي ما يسالش عاد شبيه ثقف روحك عادي ليه مثقفه؟ ثقف روحك موسيقيا كيف ما تسمع البدوي الخليجي اسمع القصبه التونسيه عاد شبيه قلت ما يعجبنيش اسمع عاد شبيه ولا تكون بالدولار وهذوما بالدينار ما تعملش من اسمعني اسمعني يا حبيبتي يا روح قلبي سايب عليك منها ماهوش اسفوان راهو معناها كلمه معبر هكا وباش يحس في نفسي انا نقعد نجاوب فيها عطيتها كلمتها نعم بوزينك كلمتها عطيتها فيديو انا من برج خليفه غير بغناتي وفيش مكتوبه فلك هاويزي هي حره تحب ما تحبش هذيك امورها اما بالنسبه لي انا كنت حاله لايف كي نبدا انا في دار العرس عزيز قلبي كنت حاله لايف صدقني من قطر من الدول العربيه من الدول الاوروبيه الناس الكل تحيي فيا ايمان ايمان انت في عروساتكم شنو تجيبوا شنو تعملوا؟
إيهاب توفيق نجيبوا كل شيء إلا هذا عاصي الحلين شنو إلا هذا ليه؟ الفن اللي سمعته طوال ما نجيبوش ما نعرفوش أصلا هذا فن وتراث نحترمها هي كشخصها نحترمها معناتها أنت تنجم إيمان تنجم أنت مثلا ما يعجبكش الفن هذاك أنت اليوم غنيت بحثنا الشابة ابتسام دونك أنت النمط هذاك الكل وهجمته معناتها اليوم أي واحد يغني في النمط هذا باش يتقلق على بالك الفن هذاك ما يعجبنيش أني ما نسمعوش الله غالب يا بنتي باش كلاشيو جمهوري يهديك ربي مش مشكل مرحبا بك والله جمهوري عريق ما شاء الله تحية لتوتلي فارس شابة ابتسام الكل نحب نقول لكم تحية